هنروح لألكانتارا. ألكانتارا بيصير الجدل حول بقائه في ليفربول. يمكن تياجو ألكانتارا ليفربول بيعمل جدل كبير حول مستقبله مع الريدز الموسم القادم. بيرتبط ألكانتارا بعقد مع ليفربول لسه لصيف 2024، وبالتالي يقدر يوقع مع أي نادي مجانا خلال شهر يناير القادم. ألكانتارا يعني أزال عبارة لاعب في صفوف ليفربول من وصف يمكن على حسابه على شبكة إنستغرام، ويعني ده بيفتح الباب أمام احتمالية رحيل ألكانتارا عن الريدز. حضراتكم عارفين ألكانتارا طبعا اللعيب الأسباني خاض 28 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي بمختلف البطولات بإجمالي 1963 دقيقة. الحقيقة لم ينجح في إحراز أي هدف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وغاب ألكانتارا بسبب الإصابة في العديد من المباريات في الموسم الماضي. ألكانتارا الحقيقة لعيب كويس قوي، ولكن يمكن أرقامه مع ليفربول بسبب طبعا الإصابات الكثيرة في الموسم الماضي ما كانتش أرقام كبيرة، وبالتالي في جدل هل هو سيرحل كمان ألكانتارا للدوري السعودي. ده علامة استفهام هنعرفها من خلال الأيام اللي جاية.